قتل 4 أشخاص، أم وأطفالها 3، وأصيب 8 مدنيين بجروح إثر إلقاء الطائرات المروحية التابعة لقوات النظام السوري عددا من البراميل المتفجرة على بلدة الصمنة قرب معر طمصرين شمال غربي إدلب، فيما شنت الطائرات الروسية سلسلة من الضربات الجوية على مدينة جسر الشغور وريفها، ما أدى إلى خروج مركز بلدة البشارية عن الخدمة إثر استهدافه بضربة جوية.